الحاجة الساعة دي ساعة. تكلم جد. والله ما اعرف غير منك دلوقتي يا ابو حميد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عاملين يا جماعه زي ما عودناك كل يوم جديد فيش اشتراكات ولايكات وحركات عايز الفيديو ده يوصل لاكبر عدد من الناس زي ما قلنا قبل كده. قعدنا نقول نحب بعضينا. النهارده يوم جديد ويوم احلى 100 مليون سلام على كل الناس وكل حبايبنا وكل الناس المشاركه عندنا وكل الناس المشاركه. زي ما جينا قلنا ما تنساش قبل ما تعمل اي حاجه صلي على النبي ولايك واشتراك وشير عشان يجي لك كل جديد. النهارده ان شاء الله واخدين الكلب اللي كانت عربيه خبطاه واصحابه رامينه رجليه ان شاء الله ان شاء الله الحمد لله خفت وتمام ومية مية. هاخد الدكتورة النهارده تشيك على الكلب ونشوف هو وضعه ايه، هل هيتعمل له كده عملية ولا لسه. ده هتشوفوا الكلب دلوقتي احنا ماشيين بيه هتشوفوا الدنيا وحشة. يلا بينا. الكلب اهو لو انتوا كنتوا شايفين رجليه كانت ورمه قد ايه وورمه ازاي، كان شكلها وحش خالص. ليه اهي بس هو بقى الورمان هنا في الحته دي اللي هو مطرح الجسد اللي هو مثلا اتكسرت واتلحم الغلط. كل ده هنشوفه النهارده واحنا رايحين عند الدكتوره نشوفوا ايه اللي هيتم. يلا بصوا ده كده الطريق اللي يودي على الساعه اهو، والناحيه الثانيه المعموره، وده كده الطريق اهو برضو على اساس الناس اللي تبقى عايزه تعرف مثلا المكان. ده الطريق اللي فيه مستشفى الصدر، اخر الطريق دوت يوديك على كوبري المندره والحراميه زي ما انت شايف على اساس الناس اللي عايزه تعرف المكان. وصلنا بقى المركز عند دكتورة وسام. طبعا دكتورة وسام زي ما جينا قلنا الحالات الانقاذ ربنا يبارك لها بتعالج ببلاش. حق بعدين كان معمص ونايل الحمد لله. بس هو بياكل الحمد لله، بس عايز بقى اللي هو ايه؟ عايز يظبط. عايز اطلع من تحت وش. Thank you.
حاجه يا احمد، العظمه دي مكسوره من هنا. رجلك فوق بعض، عايز تمسك، لا استنى، حط ايه، حط اعمل كده كده عشان تسمع الطقطقه، ماشي. رجلك فوق بعض وبرد كالسيوم، يعني دي عشان لو هي عظمه كده ورفيعه مستنيه لما تاخد حجمها عادي، احنا بناكل العجين ده رقم. ده مكان عظمه اصلا. لا ما هي الرقبه مكسوره من هنا، ماشي. دخلت الديب دي ولحمت، تكلست، عملت بنت عليها، تمام؟ بس عايزه رجله تريح بس وهو ماشي، عشان افتحها بس. لا هي شويه شويه رجله هتنزل الارض، هي كانت مرفوعه من ورا. هتبهدل عظمه الفخذ دي، لو مكسوره هردها واركب المسمار، دخلها في بعض كده وقفت. بس بقى المسمار فاتح من هنا وفتح من هنا وفي ورا وبتكلم، دي هيبقى نشر وبتبهدل العظمه، وبرده هيار، وبرده هيار هتحصل. خليه كده بس يبني لحم الكتاف ده، يبني الدروع دي في الدارك. بس خلاص احمد، الرجل لمست الارض. دكتور هات لي 20 قرص انجوينت. يمشي يا دوب اللي هو ايه؟ يسند. لو عملنا العمليه هيوصل لنفس الريزلت. امسك لي الكلب بين ايديك الاثنين عشان انا هرد المفصل من ورا. ماشي. سيبه هنا عشان هيتعافى عليه. ينفع يعني؟
تعال بقى لم نفسك شويه بقى. تعال ماشي ماشي. تعال يلا 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 بس يلا ماشي. يعني اول ما تفوق هتفوق عليا انت يا اخي؟ بس بس تعال بس انت خلفت الاوضه. بتعمل عليا ما هو السريع اللي كمان شغالين عليه. هيجي الابر دلوقتي. هل في قطره ولو في قطره مش هيلاقيها عينين هي يعني هتفضل كده يا عم. هم عملوا كده على ايه؟ ده من ايه؟ طيب دي لا تبقى رايحه ايه؟ انجاز طلعوا عشان يكمل ابر ولسه هديله ابر تدينه مشوار تعمل ايه؟ عايزه هنا هيطلع هيسكت؟ ايوه هتطلعه هتطلعه يلا يلا اكسلانس تعالى حبيبي يلا خد ايه نديني مين اداله الابر؟ ماشي ماشي ماشي. فخر اللي انت بتعمل الكلام ده معايا. فخر بس انا عايزك تفتكر اللحظه دي. بص لي كده طبعا يا ابني دي خلي بالك عايزك تفتكر اللحظه دي. لو انت ما كنتش لقيتها يا احمد كانت هتتبقى رجله؟ اه يا بابا العجينه اللي كانت جوه دي كانت هتعمل مجرجرين وكنا بنتاكل. انا عشت ثلاث رجول كويس يعني الناس دي جابتهم العمليه مش لا خلاص هو بابا كده كده العظمه هتقصر انا بتوع العظمه بس عم بس صلى عايزه ما يجيش هنا بتاعه شويه اعملها في الكلمه كده اهو. ما فين 10 فشلات؟ هو العيد بص يا احمد نعم معاك 10 فقراص عايزه اعمل فشلات كده كده هتبقى فيها نسبه عجز ثابت الكلب على كده الحمد لله.
واخدنا علاجه تمام و100 وربنا يا رب يكرمها يا رب ويوقفها للغلابه كده وكده تكون انتهينا من حلقتنا النهارده. برضه تكون استمتعتوا معانا. المهم يا سادتي وسادتي تفاعلوا معانا اليوم وإلى اللقاء في الحلقه القادمه.